اول ما بلش يوعى كان شفنا عبر الموبايل انه شلون عم ندور وعمومه واولاد عمومه كلهم عم يدوروا، فحب هذا الشيء منا. حب بلش يفتل اول بدايه مشيته، يعني كان عمره تقريبا سنه بلش يفتل، انا صرت صلح له اغلاطه، مثلا حركه معينه مثلا عم يعملها بطريقه غلط انا عم صلح له اياها. تابعته بالعمر السنه لحتى صار عمره تقريبا ما يقارب سنتين، صرت اخذه معي على الحفلات. ولحد الان نحن محافظين على هذا الارث، هذا اللي فات على العيله تبعنا، ان كان من الانشاد ولا ان كان من مولويه، وحابين انه نعلمه لاولادنا كمان، لسبب انه نتم محافظين عليه ما نخليه يطلع لبرا.